احد الانواع اللي برضو مستعمله، بس مش مستعمله الحقيقه بطريقه يعني منتشره قوي. يعني السنسورز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده منتشر اكتر شويه. في عندنا حاجه اسمها الفين انيمومتر. الفين انيمومتر ده فكرته الاساسيه ان هو بيبقى في عندي داخل الانبوب، بيبقى في عندي سكشن كده في الانبوب بتاع الفلو، بيبقى فيه عباره عن حاجه زي مراوح، حاجه زي فين. فين دي بيبقى مروحه. مروحه طبعا زي ما احنا عارفين، لو احنا عندنا اي مروحه موجوده مش حتى مش مشغلينها، لان لما بيجي عليها هواء هي بتتحرك. الريش الموجوده فيها او الفينز الموجوده فيها بيسكلي لما بيجي عليها الهواء بيديها فورس بحيث انها تقدر تلف. فلو احنا عملنا ارينجمنت بالشكل ده كده، يبقى دي كده بنتكلم على في هنا مروحه وهنا في مروحه، وفي النص بينهم في الاكسس اللي في النص ده في عندنا بليت، يعني مجرد بليت ده بيلف مع الاثنين، والهواء طبعا لما بيمشي في السكشن دوت بيغير لي سرعه الفينز الموجوده هنا، وبالتالي بيغير لي سرعه حركه البليت ديت. فاللي بيحصل هنا لو احنا حطينا كارتريج من بره بالشكل ده كده، الكارتريج دوت في من ناحيه في عندنا هنا مثلا بنتكلم على ليد، يعني بنتكلم على لايت سورس، والناحيه الثانيه بنتكلم على لايت ديتكتور. اللي بيحصل لما انا بحرك البليت اللي موجود عندي هنا دوت، في وقت من الاوقات البليت ده بيبقى في الوضع ده كده، يبقى معنى كده هيمنع الضوء اللي جاي من هنا، وفي وضع تاني في نفس الوضع ده بيبقى الضوء ده شغال، بيبقى الضوء ده موجود. لما ده بيلف هلاقي ان في عندي، لو انا خدت السيجنال من اللايت ديتكتور A او اللايت ديتكتور B، هلاقي ان هي عباره عن بالسز. بالسز يعني بتبقى اون لما يكون الباث بتوين اللايت ايميتنج دايود والديتكتور يعني مفتوح زي هنا كده مثلا، وبيكون اوف او بيكون زيرو لما بيكون الباث دوت بيبقى اوبستراكتد بالمكان بتاع الفين نفسه، بتاع اللي هو الموجود اللي هو اللي هي البليت الموجوده هنا دي. وبالتالي لما انا اعد عدد البالسز اللي موجود عندي في الدقيقه او في الثانيه مثلا، بقدر اعرف او اقدر ريليت الكلام ده للفلو ريت بيساوي كام. الميزه بتاعت السنسور دوت ان هو بيسكلي زي ما حضراتكم شايفين كده، هو في جزء واحد هو ده اللي بيبقى الفلو ماشي فيه، والجزء اللي بيقرا اللي هو في الالكترونكس بيبقى خارجي. وبالتالي انا ممكن احط، يبقى في عندي السكشن ده بيبقى ديسبوزابل، يبقى موجود في حاجه مثلا زي الاكسبايرد اير، يعني في الاكسبيراتوري ليمب يبقى موجود فيه. وبالتالي يعني انا يعني بعد ما بخلص، بعد ما بقيس القياس بتاعه من الاكسبيراتوري ليمب اللي هو بيبقى جاي من البيشنت، ما بحتاجش ان انا استريلايز الجهاز كله، لا انا ممكن ان انا الجزء ده يعني يترمي ويبقى في واحد تاني موجود، يعني يبقى في واحد جديد موجود كديسبوزابل ايتم. الجهاز القياس الجزء اللي هو الكليب بنسميه سنسور كليب اللي هو موجود عندنا دوت، يعني ده مجرد كده ان انا بحط السكشن ده في طريق بتاع الاكسبيراتوري ليمب، وبعد كده بانسرت الجزء دوت في المكان اللي بيقدر بيه يعمل القياس بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده. فهو الحقيقه ده يعتبر واحد من السنسورز اللي هي ممكن تبقى مفيده في ان بارتيكولر، يعني بالنسبه للاكسبيراتوري ليمب، علشان الجزء اللي هو له علاقه بالكروس انفكشن، ان انا مش محتاج ان انا يعني ممكن اعمله كديسبوزابل ديفايس، ما بيبقاش عندي كوست ان انا اغيره مثلا كل بيشنت، وبالتالي بيبقى يعني ممكن ان انا بالنسبه لي يبقى مفيد علشان اقدر ان انا اعمل كنترول على اي انفكشن ممكن يحصل. طبعا السنسور اللي اتكلمنا عليها قبل كده، فلو ريت سنسور اللي اتكلمنا عليها قبل كده، الحقيقه كلهم يعني كلهم ستريلايزر، بمعنى ان انا ممكن ادخلهم الاستريلايزر وبعد كل بيشنت، فبالتالي هم ما عندهمش مشكله. التكنيك الموجود هنا طبعا نتيجه ان في الكترونكس بالشكل اللي موجود هنا ده كده، ممكن يبقى في بعض المشاكل لو انا كنت هاستريلايز الجزء كله اللي فيه الالكترونكس كمان. فبالتالي احنا خلصنا من المشكله دي بان يبقى فيه جزء ديسبوزابل، والجزء ديسبوزابل ده بيركب بعد كده على الجزء الخارجي ده اللي هو مش محتاج يبقى ستيريلايز، ان هو ما بيتعرضش للهواء اللي جاي من المريض.